جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. إذا سمحت بدي أعطلك ثواني. لا تواخذني، بعرف إني عم ضايقك، بس تقدر هلأ تدقلي لغانجا وتطمن عليها؟ ليش، شو صاير؟ هي أكيد بتكون بالبيت. راحت لحتى تدور على مهري بقريتها، لأنه مهري كانت عنا بالبيت قبل ما تصير الجريمة، لأنه شكينا تكون شايفة شيء أو حكي مع جانفي قبل. إذا مثل ما عم تقول معناتها إفادة مهري بالقضية رح تكون مهمة كتير. إيه بالضبط، مشان هيك راحت غانجا تدور عليها. طيب ماشي، رح أحكي مع غانجا. شكرا. صحيح تذكرت، صار لي كذا يوم ما شفته للأستاذ بلاش. على كل حال أكيد بتكون غانجا قالت لك لمين طلعت البصمات يلي لقيناها على الدليل. ما عرفت شي؟ كأنه ما عندك علم بالموضوع أبدا. ما فهمت عليك، يعني أنتو لقيتوا دليل بخص القضية؟ إيه، نحن لقيناه بغرفتك بعد ما ماتت جانفي. بتذكر أنه وقتها ورجيته التقرير للأستاذ بلاش وطلع عليه. إيه؟ بس أنا ما عندي علم بهالموضوع أبدا، وبعتقد إنه حتى غانجا ما عندها علم، وإلا أكيد كانت خبرتني فورا. معقول؟ مع إنه الأستاذ بلاش قال لي إنه رح يخبرها لغانجا أول شيء. لو سمحت بقدر شوف هذا التقرير اللي عم تحكي عنه؟ بترجاك. أكيد رح جيبه، ثواني وراجع. شكرا. لك شلون بتنسى غانجا تخبرني بشي مهم مثل هذا؟ أنا متأكد إنه بلاش ما قال عليه، بس ليش؟ لقيتوها؟ لا، ما لقيناها. امشوا ندور هنيك. لا لا، استني، امشوا هيك، أكيد راحت من هون. امشوا، اركضي اركضي بسرعة.